جيت ناخذ طابيات البيت النعاس، مهم باش نكملوا كلشي. الحطيطه هي هذيك، مهم شي حاجه على قد الحال. هاد الطابيات هادو 30 درهم، 30 درهم عند هاد السيده هذه تبارك الله عليها. كاينه حدا صيدليه المغرب العربي اللي في المسيرة جوج، هانتوما هادو 30 درهم. هاي الطابية بحال هكا 30 درهم، هاي الزريرق 30 درهم، شوفوا داك الباج 30 درهم سميتو، وهادو هادو 50 درهم ياك اختي، هادو 50 درهم. انا عجبني هاد اللون هذا، هادو راه كبارين داكشي علاش 50 درهم. هانتوما هادو طويولين شي شويه، الطول ديالهم طويل شي شويه على هادوك، داكشي علاش 50 درهم. هانتوما شوفوا 50 درهم، هاي حطاهم بحال هكذا على الشارع، شوفوا الغوز وشوفوا ليا الباج ديالهم تبارك الله، ها هما عند ربيعه ب 50 درهم. شوفوا الكغي، الكغي غزال من داك الشيء الرفيع، ها هما ب 50 درهم، شي حاجه اللي رخيصه. هادو ديال الدوش، ما عرفتي غنوريكم واحد الموديلات فيهم فني. هادو ربع اختي بشحال؟ هادو 2400، ها هما ديال الدوش زويونين، ها انتوما ها هما شكيل. شوفوا ليا هذا، هذا عجبني بزاف، ها هو ديال الدوش. هادو 2400 فيهم 3 بياس ياك اختي، فيهم 4 ديال البياسات. ها انتوما شوفوا هادو فيهم 4 ديال البياسات، وانا نوريكم الداخل باش نحيد لكم من الصداع. مهم ها انتوما انا جيت ناخذ من عندها طابيات، خديت من هادو سامبل ديالهم، سامبل في الباج. هادو بشحال اختي؟ صافي 3400 درهم، تيبقاو 150 درهم باش خديتهم انا. قلت لها لا باش خديتهم انا، خلاتهم ليا ب 150 درهم، ثمنهم زويون راه تبارك الله طوالين. شحال فيهم من متر؟ متر و80، هادو فيهم متر و80 في الطول زائد الطابيه الطويله. وها نتوما شوفوا تبارك الله، هاي المحل ديالها مقاد، يلاه باديه، الله يجيب ليها التيسير يا رب العالمين. الطابيات ديال الوليدات الصغار بشحال ثمنهم؟ كاينين الصغار 4600 وكبار. ها انتوما الصغيورين 4600 والكبارين عاد شحال فيهم من متر؟ متر و20 على متر و40. ها انتوما شوفوا البنات، شوفوا تبارك الله، هذه عجباتني هاد الباج سامبل، ها هي، وعجبني هاد اللون هذا، عجبني بزاف هاد اللوين هذا، جا رائع وجا زويون. وهذوك الطابيات ديال 50 درهم والله العظيم الا غزالين، وديال 600 ريال زوينين زعما، هكا كل مره نبدلو، كل مره نحطو حطيطه، مره الزرق مره الباج مره هادي، تيجيو زويونين. هاد المكينات هادو شوفوا شحال فنين، عندها غزالين حشمانه السيده، داكشي علاش قلت ليها عافاك عين صور البنات شنو خديت من عندك. مسكينه قالت لي مرحبا، الله يسخر ليها، يلاه باديه. خديت واحد الطابيه من هادو هكذا كبارين، هادو ب 2400 2600 ريال، هادو 2600 ريال. هانتوما الوسيدات 50 درهم دايره داكشي غزال، دايره بحال هكذا لي طابي، ولكن الطابيات اللي عجبوني كثر هما هادو، شي حاجه اللي فنه بزاف عتعجبكم، سامبل وزويونين. طابيات بحال هكذا سامبل تيجيو رائعين في البيوتة. هادو هادو بشحال شحال الثمن ديالهم؟ هادو خداتهم ديك السيده 90 درهم للمترو، اييه هادو 90 درهم المترو، وها هما سخيخنين. مهم الهميزه اللي بانت ليا زويونه وغادي تعجبكم ان شاء الله هي هذه، ها انتوما ها هما هاد الطابيات هادو، ها هي 30 درهم عندها زويونين، وهاد الطابيات هادو راه واعرين بزاف غيعجبوكم. ها هي كيف ما وريتكم هادي، ها هي 50 درهم، شوفوا شحال فنه 50 درهم، وشوفوا الكري ديالها شحال واعر 50 درهم. المهم انا غنعزل شي عزيله، او على الزرق شحال واعر، شوفوا الزرق البنات شوفوا شحال غزال، ها هي شوفوا هذا الزرق هذا، شوفوا هذا اللوين هذا شحال زويون، راه كاين فيهم الالوان. هانتوما شوفوا الباج تبارك الله، شوفوا الغوج، كل مره نديروا ديال 600 ريال ونحطوا حطيطه، ها هي تبارك الله. شكرا اختي، الله يسخر لك يا رب العالمين، هادشي غزال. شوفوا شوفوا البيض والمارون شحال زويون، ها هي كل مره نفركسوا بيوته ديال النعاس ديالنا، ها هي رخاصين، ما كاملاش مخيره، ما كاملاش حتى 100 درهم تجيب لكم جوج مقادين، ها هي والله الا مزيان. شوفوا الكري شحال واعر، ها هي ميزات من داك الشيء الرفيع عند هاد السيده هذه. اجيو مرحبا بكم، التليفون ديالها في صندوق الوصف، اي نمره ديال اي واحد وريتكم هنايا في صندوق الوصف. خديت منها عاوتاني، خديت منها هادو الفيطات، عجبوني الفيطات ديالها، ما تيطلقوش ما تيطلقوش بحال هكذا الخمله، زويونين. ها نتوما خديت منها هادو الباج سامبل، وخديت بحال هاد الشكل هذا تبارك الله عليها، زوينين. هادو كبار، هادو فيطات كبار، هادو 3 بياس. ها نتوما هادو 3 بياس كاين تبارك الله هكذا، كاين شوفوا هاد الزيوفه هادو ديال 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 الكويزين، شوفوا شحال فنين والله، تا واعرين من داك الشيء الرفيع، ها هما.
المهم تبارك الله عندها داكشي على قد الحال وزويون، ولكن كاين الثمن، كاين الثمن مخير ورخيص. خديت حتى هاد الوريضه هذه البنات، انتم عاد تشوفوها معايا بنت نعاس، والله يسهل ليها يا ربي، الله يجيب ليها التيسير. مهم مرحبا بكم عند هاد السيده، عندها اثمنه رخيصين وزويونين داكشي على قد الحال، والله يحفظها يا ربي، الله يعاونها. التليفون ديالها في صندوق الوصف. هي السيده ديال الطابيط راه كاينه غير في هاد البلاصه هذه، هي مقابله مع هاد الفارماسي، ها هي فارماسي المغرب العربي، هنايا كاينه هاد السيده. انتم في هاد الزنيقه هذه اللي درت منها كاينه تبارك الله طابيط 30 درهم 50 درهم، والله الا مخيره. كل مره نبدل وكل مره ندير حطه وكل مره نحط شنو فيها، مخيره والله العظيم، والله يحفظكم. شوفوا معايا ها هو البيت وجد، شوفوا ليا التريات دياولي، وشوفوا ليا هذا الشيء، هذوك التريات تنبيعهم في المحل ب 300 درهم، وهذا التويب هذا ديال 30 درهم، شوفوا الحطيطه كيف دايره بحال هكذا، وشوفوا ليا هنايا درت بحال هكذا هذه الحطيطه هذه، شوفوا كيف جات زويونه. ها نتوما ها هي بلاصه ديال فين تصيب الميكاب على خاطرك وفين تجلس على خاطرك، كتجهيزها. البيت ديالي في داري كان فيه عبويه صغيور انا وولدي، سكيت فيه هنايا حاولت ندير بيت كبير نرتاح فيه. وها نتوما شوفوا بلاصه زويونه كيف جاتكم. هذه راه الطويبله هذه اختارها ولدي، قال لك فيني يلبس حوايج وما تيقدرش هو يلبس هنايا فوق العلا. ايوا ها نتوما شوفوا كيفاش جات، وشوفوا معايا انا غادي نوريكم بحال هذا الموديل هذا وموديل اخر. غنحيد هذيك الطابي ونحطها هنايا في الارض فوق منها هذه، وقولوا لي اين هي اللي جات زويونه. مهم لاحظوا معايا دابا هاد الحطيطه هذه بهاد الطريقه، ولاحظوا معايا الحطيطه الاخرى. ما عرفتي صافي بقيت دي سيدي تنقول نحط هذه ولا هذه ولا هذه، شويه وانا نقول ونسول البنات ويعطوني رايهم علاش لا. الله يحفظكم ليا يا ربي. وها نتوما شوفوا ليا الكليسه كيف جات تما زويونه، دوك الشميعات وكل شيء راه تنبيعهم في المحل، هادو كلهم البنات راه عندي في المحل جديد. مرحبا بكم ابنات الخير، الله يحفظكم ليا. هي 600 ريال 30 درهم، عطاتني جوج مخدات مع مخده صغيره ما فرطتش فيها، خليتها علاش لا جات زويونه. ها نتوما شوفوا بحال هاد الفوغيغ هذا راه تيدير اضافه فنين، الا درتوه فوق من تما وفوق ليه تيجي واعر، وتيحيد لكم داك التخداش اللي فوق من اللي غادي يخدشوا لك هاد بحال هكذا هاد الكادر فوطو وداكشي تيجي زويون. هادو راه جبتهم للمكازان ان شاء الله غادي تلقاوهم عندي 40 درهم البنات فنين، وكاينين ديال 25 درهم على حسب لي طاي. بالنسبه لهادو ها هما راه عندي هاد الفيزان، ها هما راه كاينين هادو، شوفوا شحال فنين موجودين. هادو راه الكبار والصغار، الكبار كاينين والصغيورين راه 30 درهم موجودين، كاينين الكبار ب 30 درهم مرحبا بكم. وكاين واحد الطاي كبيره عاد راه دايره 55 درهم. مهم ها نتوما شوفوا ليا بحال هادو، ها هي هاد الطويبله هذه كانوا داروها بروموسيو في بيم، وما عرفتي عجباتني ما تيلمو عجباتني، حطيتها بهاد الطريقه هذه، حطيت هذيك البواط ديال لي بيجو، ولا هذه ماشي كاع تستغلوها في لي بيجو، انا قلت زعما غير بحال هكذا مين يكون عندي مين يكون عندي شويه ديال العود والفحم وصرغينه وهذه نعمر بها بهاد الطريقه وتجي زويونه ان شاء الله. وهانتوما درت واحد الكادر فوتو فيغ، درت الوريضات اللي عزازين عليا بزاف، وهالطريقه هذه حطيت فيها داك الوريض اللي فيه الريحه مع هادوك اللي عندي ديال ايكيا راه تنبيعهم حتى في المكازا. وهانتوما ها هي شوفوا الحطيطه كيف جات، هنايا كادر فوتو اللي تنبيع انا لكم ب 25 درهم ها هو محطوط، شوف كيف جا زوين. الوريضات هادو راه انا تنبيعهم في المكازا عندي ب 300 درهم، غزالين انا نحاول نطفي الضو باش يبان لكم مزيان بلاتي. ها هي شوفوا معايا دابا ها نتوما شوفوا كيف دايرين فنين، ها هي راه كاينه في الكحل، خداتها الاخت ديالي من عندي، اخبيتها لك اختي، كلها نواغ وفيها الضوغيل داخل، وكاينه هذه كلها بيضه وفيها الضوغيل داخل، فنه ب 30 درهم تتجي زوينه، يمكن لكم تجيبوها هابطه على السقف. هادو راه موجودين في المكازا الجديده ديالي الحمد لله، رممت وعاود تقاديت الناس اللي قالوا لي كيبقيتي منى الله يجازيكم بخير والله يوقف معاكم. كان طرا لي واحد المشكل فضليا مع على المحل، مشاو ليا كل شيء. مهم انا عاودت دابا من دو جديد، ما قلتش لكم انا رهنت الدار وجيت وعاودت بها مشروع اخر، خايفه بزاف ولكن ان شاء الله ما يكون غير الخير. مهم اننا ما نتحبطوش، وهذا الشيء قدر الله ما شاء فعل. مهم شوفوا معايا البنات، شوفوا واخا النفسيه طايحه وجلسه هاد اليامات هذه في الدار حيت مرضت في حقيقه من طرا لي بحال هكاك، ولكن جيت وقديت هنايا
وبغيت نوريكم شي حاجه زوينه من القلب. شوفوا معايا ها نتوما، هذا تويب ديال 30 درهم البنات، وكل مره غنجيب لكم واحد التويب ونحطو لكم باش تبدلوا، تبدلوا الشوفه، تبدلوا الشوفه في البيت ديال النعاس ديالكم، تشوفوا فيه واحد الروح زوينه، ما يبقاش دائما داك الروتين نفس الشوفه نفس الشوفه. وانتم الطابيات اللي وريتكم عند هذيك البنت ديال 30 درهم كل مره حطوا وحيده زوينه، انا راه جبتهم وعجبوا صديقه ديالي وقلت لها والله حتى تاخذيهم، مشيت داك النهار باش نعاود ناخذهم صافي وما لقيتها ساده. كيفاش شنو جبت هادو ديال الكوزينه هي اللي حطيتهم دابا بحال هكا تنعاود نمشي عندها، هي اللي وريتكم في اول الفيديو. هذيك السيده عندها دي طابي 30 درهم فنين، وديال 50 درهم احسن لانهم شي شويه طويولين في الطول. الله يحفظكم ليا، وانا راه تنهضر وتنشرح لكم باش نوصل لكم الفكره لا غير. الله يعطيكم صحيحتكم ابنات الخير. وهانتوما هادي شوفوا معايا، هذه عجبتني بزاف، هاد الحطيطه هذه ديال بحال هكذا، هذه خديتها من بيم، واخا هي نورمالمون تدير في شي اسباس كبير دار بحال هكذا، زعما بحال هكذا يتحط قدام الناموسيه في شي اسباس كبير، قلت علاش لا حتى حنايا اسباس صغيور ونديروا حتى حنايا شي حاجه اللي فنا. درتها والله العظيم على وديت وليدي مسكين، مين تيبغي يلبس حوايجو تيبقى عالي هنايا، اللهم يجلس بحال هكذا مواطي ويلبس البنطلون ديالو على راحته. هذه ها هي درت فيها بحال هكذا كادخ فوطو، ها هي ديال 25 درهم، هاد ديال الشميعات، وهاديك شميعه الكتريك راه تنشعلوها، وكاين عندي حتى واحد بحال واحد الحبل دايز يمكن لك تشعل فيه الضو بالليل، زعما ما تشعلش كاع هاد البوله هادي اللي ها نتوما شوفوا تبارك الله شحال فنه. هادي راه تنبيعها في المحل عندي البنات، هادي هي اللي وريتكم في السيجور صفراء، وكاينه هادي ب 300 درهم، راه كاينه في النواغ وكلها بالبرونز لداخل، وكاينه في البيض وكلها بالبرونز، واعره بزاف البنات. اجيو قبل زعما ما يساليو، حيت عندي زعما كميه محدوده اللي جبت منهم فنه. ليلى اختي راني خبيت لك النواغ، كوني هانيه خبيت لك الكحله حبيبتي. وهانتوما شوفوا هاد الطابيات هادو راه تيدير واحد الاضافه بزاف زعما البيت النعاس. ها هي راه ما عندي لا باركي لا والو، عجليج على قد الحال، وها هو شوفوا كيف بان نقيقي وزويون. وهاد الطابيات هادو راه كاينين، يا اما هادو ديال هكذا، هادو راه نورمالمون كويزين، هادي وحده كبيره وحده بحال هكا كويزين. انا الطابيات اللي جبت عجبو صديقتي وانا نعطيهم لها، قلت لها ماشي مشكل خذيهم حتى نمشي ونجيب منها طابيات. ما ساليتش والله ما ساليت، عرفتوا شنو وقع لي البنات؟ داك المحل اللي فاضلي بالماما يعني اللي مشاو سكيفي، ما ساليتش انني نصور ولا انني نمشي نعاود نشري طابيات، درت هادو ديال الكويزين وجاو فنين، اجاو زوينين الخير فيما اختار والله. شاري غير بحال هكذا لانني ما تنجيش لها الدار بزاف، غير بحال هكذا الا تعطلت في المحل، هي قريبه للمحل ديالي. وها نتوما هنايا هاد الكراسي هادو راه فنين، راه شي حاجه اللي زويونه واعره بالنسبه لهادو البنات، تلقاوهم عندي موجودين في المحل هما، وهاد الطويبلات هادو اللي فنين، هادو راه في ايكيا ب 450 درهم حاليا في ايكيا، تنبيعهم انا ب 280 درهم، زعما مرحبا بكم والله العظيم، راه تنبيعهم لكم وشي حاجه اللي فنه زويونه دايراها في داري. بالنسبه لهاد المنظمات هادو راه عندي في المحل، اجي مرحبا بكم، راه ب 90 درهم موجودين. وها نتوما شوفوا هاد الشيء اللي حاطه هنايا، هادي ما كانت تسولوني عليها في لي كومونتير بزاف، وتنقول لكم غيزلان. شكون غيزلان؟ هي الصديقه ديالي اللي كاينه في كازا، اللي تتصيفط لي بيجو اللي تندير في يديا دائما. شوفوا اخر حاجه جابت سمي كاينه فنه 200 درهم، خديتها انا في هاد اللون وليليا لا ماشي ليليا، هادي ديلما ديلما ونوال خداوها فيها البيض والدوري، زوينه بزاف فنه. وها نتوما خديت من عندها بحال هادو، وخدا من عندها دي زارتيكل اللي دائما زعما تنديرهم في يديا ودائما كاينين، كل مره تناخذ حاجه. شوفوا هذه فنه، سمحوا لي البنات راني مريضه مع داكشي اللي وقع لي، داك الفيضانات اللي وقعوا، ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. مهم ضاع كل شيء ولكن الخليفه على الله يا ربي. هاد الشيء راه فن، هادو راه تناخذهم من عندها هما، وهاد الشيء بحال هكذا ها هي شوفوا زويكات شحال فنين، ها هي راه من عند غيزلان تبارك الله عليها. ها هو التليفون ديالها 06 56 22
55/16 تندير ليها الاشهار حيت تستاهل، حيت فنه وحيت انسانه ظريفه. الوجه اللي تلاقيتهم بها تلقاه، تتصيفط ليا الكوموند وديك الساعه تتوصلني، تتقدم معنا في الاثمنه وتستاهل وحق الله العظيم. هاد البنت هذه راه تبارك الله قاريه، ماشي الدومين ديالها اطلاقا هاد الشيء، ولكن هذه مغربيه، هادو هما اللي تنعرفهم انهم مغربيات زعما في الصميم تبارك الله، تيخدموا وتيطوروا من راسهم، ماشي تيبقاو تابعين بانهم لا خاصهم نفس الدومين ديال قرايتهم ولا لا لا. معتي ما شاء الله عليها مثقفه وفنه، ولكن مشات لدومين اخر جالسه حيت ولدات وليداتها ما تقدرش تخدم، جلسات وفكرت مع راساتها ودارت باج انستغرام. ها هي، ها هي البنات الباج ديالها ديال الانستغرام تبارك الله عليها، زعما خدامه على راسها الله يسخر. هادو هما العيالات الفنين، هادو هما اللي تيعجبني الحال، ما تيتففوش وتيقول لك لا ويلي نخدم في لي بيجو، على مال لي بيجو، ها هما شي حاجه زوينه. وها هي غزلان تبارك الله عليها، انتوما البنات ها هي بريتي وومن، ها هي ديروها في الانستغرام ودخلوا عند هاد السيده، والله حتى عندها دي زارتيكل زوينين. ها هي مكينه فنه في المستوى، انا راه تدير ليا بروموسيو هاد المكانه هادي نورمالمون ما خلصتهاش، عطاتها لي كادو، شكرا غيزل الله يكبر بك. وهادي خلصتها، هادي ها هي 100 درهم باش خلصتها. هادو ثلاثه حتى هما فنين بحال هكذا واعرين، هادو ها هما شوفوا تتحسب ليا ثمن فن، وتنصيفط ليها البنات والحمد لله ما تتحشمنيش معاهم، الله يعطيها الخير. وشوفوا ليا، شوفوا ليا هاد البليصه هادي شحال جات زويونه، هانتوما شوفوا معايا، شوفوا هاد الشيء، الشميعات وكل شيء تبارك الله جبتهم لكم المحل، اجيو غير خذوا وشوفوا. ها هي هاد الطابي، الطابي ديال 25 درهم مع شميعات، وشوفوا كيفاش جات، وشوفوا ليا دوك الشميعات الفنين شحال زويونين، هانتوما تبارك الله ديك التفيفيحه 60 درهم، مرحبا بكم، وان شاء الله زعما ما يكون غير الخير، غير اجيو البنات وشوفوا معايا. هانتوما شوفوا هاد الشيء، هذا خديت بحال هكذاك ديك المرايه، بان ليا نفس الخشب وانا ناخذو هاد المجير، ها هو نظمته بهاد الطريقه. المهم هادشي عندي على قد الحال، خديت هادوك الصنيدقات اللي تنبيع لكم في المحل عندي، ها نتوما ها هما هادو ديال 6 دراهم، ديال 5 دراهم، هادو عيد ديال 5 دراهم، ها هما ها هما نظمت بهم بحال هكذا حطيتهم. البنات ديال الطاليان عقلوا على هادي، راه زوينه الوجه فنه بزاف، تتجيبها ليا مرت الاخ ديالي الله يعطيها الخير والله يحفظها. هادي ديال العسل وطبيعيه ديال الوجه، من الليل لغسل وجهكم في الصباح، هادي فنه بزاف. ايوا صافي. المهم والروايح ديال العود تناخذهم رخاصين، ما تناخذش الغلا بنات الخير، تناخذ انا غير هذا عود مود وهاد عودي عزيزين عليا، هادو راه غير رخاصين 50 درهم يمكن ما كاملاش، ولكن زوينين تناخذهم من عند حفصه. دابا هادو من عند حفصه ديال النيله تبارك الله عليها، حفصه راه باقا تتكمل قرايتها، راه تبارك الله زعما تتكمل وتتخدم في المحل ديالها، الله يسخر ليها يا ربي، تخصص غريب على الدومين ديالها، على هاد الخدمه هذه اللي تتخدم، ولكن هي بنت اكادير تبارك الله عليها، تتجيب هاد المنتوج من التعاونيه ديالهم اللي كاينه في اكادير، وتتبيعو عندنا في تماره في واحد المحل بسيط، ولكن عندها ما يتقال وعندها اثمنه مناسبه. عقلوا على هاد الريحه البنات وعلى هاد عودي، فنين بزاف ورخاصين، الميزات دائما ان شاء الله. وها نتوما هاد البلاصه هادي خديت هذا كله، هذا ها هو 300 يمكن ولا ما عرفت 350 من بيم، هذا 300 غيكون، ها هو ولا ما عرفت 350 ما عقلتش البنات تصححوا لي في التعاليق، من بيم ها هو، حطيت فيه بحال هكذا السيكان ديالي، رتبت فيه السيكان بهذه الطريقه وحطيتهم فيه. هذاك الصاك كبير ما دخلش ليا، حطيته الفوق وجا زويون مع الاورانج، تيم اورانج زعما. اي والله يحفظكم ليا يا ربي. هانتوما الله، وهنايا راه تنلوح فيه غير بحال هكذا، دوك الطخوس ديالي ولا حويجات بحال هكذا اللي ديال البيجامه اللي عتلبس ديك الساعه ولا. المهم هانتوما انا وريتكم داكشي على قد الحال وزويون، ولكن هانتوما عاد الطريقه تتنظم، طريقه البنات الخير. هاد المرايه مع هذاك، راني كنت داك النهار ذكرت لكم كلشي الاثمنه وكلشي مين صورت لكم عنده، باقي غادي نصور عنده، لان تبارك الله الفيديو ديالو نال الاعجاب ديالكم بزاف وكلشي عجبو ما شاء الله. عنده لي زارتيكل، عنده مارتي لي بيوفي، عنده فنين، عنده داك ديال الصبابط واعرين ما شاء الله عليه. هذاك راه كاين في الشيقة، كاين في الشيقة في تمارة زكريا، كاين في الشيقة في تمارة، راه معروف تبارك الله. وهادو هما خديتهم
غير رخاصين هادو، راه تنبيعهم في المغازا ولا تيداروا في بيم بعض المرات، راه زوينين. انا تنبيعهم مع 100 درهم في بيم، راه دايرين لهم يمكن 150 ولا 180، ولكن زوينين. وهادي عافاكم البنات انسيستيت عليها حيت فنه وحيت تنبيعها حيت في المغازا ديالي. اجي واجي وساندوني الله يوقف معاكم. شفتوا شنو طرا؟ لا حول الله، ولكن الحمد لله على كل حال. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله جا زوين. هادي راه هي خديتها غير من بيم. ايوا هادشي اللي كاين مولات الطبيات، غنخلي لكم نمرتها. راه ما شاء الله عليها، طبيات ديال 50 درهم وديال 30 درهم. كل مره نوعوا، مره نديروا الزرق ونديروا سيدات من عند الادارسه ديال 30 درهم زرقين ولا ديال 40 درهم، راه دخلوا موديلات واعرين. هذا الخاميه راه حتى هي من عندهم، راه فنه واحد التوب لولان زوين. ما عرفتش واش وريتها لكم، المهم نعاود تشوفوا. ها نتوما شوفوا التوب شحال زوين، التوب لولا تيحمق زويون. ها هي راه حيت الشعاع ما تتبانش، والتويب راه فن. هذا راه كنت تشوفوه في الفيغ اوكي داير غزال، كل مره بدلو به. اي والله يسخر لكم ابنات الخير والله يحفظكم ليا. المهم كي جاكم هذا الشيء ردوا علينا وقولوا لي كي جاكم هذا الشيء واش زوين، واش فيما ندير شي تعديلات ولا شي حاجه نوريكم ولا نحبس. الله يعطيكم صحيحتكم والله يحفظكم ليا. هاد البلاصه كنت باغا نديرها دريسينغ، الساعه في الاخر ما عنديش الوقت انني نشد الدراري ونعطيهم زعما يديروا لي بحال هكذا دي زيطاجير. شريت غير واحد جوج طاجيرات عنديرهم هنا صافي فقط، في الحقيقه ما شريتهمش. هاد البلاكار هذا خليت فيه غير التعلق وطاجيره وحده، وجوج طاجيرات حيدتهم عنديرهم تما. مهم هذا ما كان. هاد البلاكار راه كبير، كاين ديال 1000 درهم وكاين ديال 1400. انا خديت كاين ديال 60 سنتيم ب 1000 درهم، وكاين هذا 1400 درهم، راه كبير تبارك الله هاز تماقد. ايوا ها نتوما ها هو البيت، ها نتوما وها هي هاد الطابي هادي اللي في الالوان. ديروها على حسب الطيم ديالكم، وراه تتزين يا اما فوق من ناموسيه وتتجي فنه، يا اما بحال هكا.